اسمع عم بنزل لك لعبه جديده. شو هي؟ اوكي حنون بدك تلعب؟ حنون نصحى صار الفطور. حنون عنده سحور. ايش 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 حكى؟ انت جبت البني ادم الغلط على فكره. ما علينا ما علينا طبعا، بليز نسلم على الشباب. يا ريت والله. اعزائي المشاهدين، صلاح الفول والفلافل. خلي الفول إلك والفلافل إلي. تيم وورك على أساس. أنت نسيت شو صار معنا؟ خد الفول والفلافل. حلال عليك. صار معنا لما تسحرنا فلافل آخر مرة. المهم أعزائي المشاهدين، صلاح الفول والفلافل معكم حكيم صاحب الكرش العظيم، بالإضافة إلى كمان عمار الجرف. أهلا وسهلا. من البحرين. أنت ليه عم تطلع من الكاميرا فول سكرين؟ عن جد؟ انت بالبحرين اصلا، انت مو جنبي. انا يعني كاميرات البحرين مش شغاله بدك تفهمني. ايش عندي؟ ايش هذا؟ ايش السحر؟ هلو هلو هلو. المهم راح نقدم لكم اليوم مره اخرى، حنلعب شوي تكن، وبعدين في عندنا لعبه جديده مع واحد شاب محترف. الله يستر. اسمه محمد حنون، واحد من اعز اصدقائي، بيلعب ناروتو تقريبا صار له 7 سنين اذا مش غلطان. يعني عفنت اللعبه، هو لسه بيلعب. يعني ما علينا، كاتبها بالسي في هو. ما شاء الله. اكسبيرينس ناروتو 7 years. اوه يو جيت ذا جوب، يو هايرد. بيجي بحكي مع الاتش ار، بس هذا اتنشن تو ديتيل ومش عارف شو ديسيجن ميك. انسى بيلعب ناروتو. بس يا استاذ احنا بنشتغل في التامين. هذا شغال، هذا بيفهم، هذا بيفهم في النينجا، هذا بيعمل داريو هودو، يعمل لك شويه تامين ناروتو ضد الغير وانت بالسليم. خلص ما علينا. المهم هذا هو عمار. للاسف. كيف حكيبك حبيبي؟ والله حبيبي تمام، مشتاق. شوف قديش المحبه عن جد قويه. جد خصوصا انه انت وين هلا؟ وين قاعد؟ اي بلد؟ انا بالبحرين. ما راح اسمها قديمه. انا طلعت صوتي. طيب احنا ليش بتبراكتس؟ خلينا خلينا خلينا. كان عم بيتدرب. انت اللي دخلت على البراكتس عشان ما ينحسب الفوز لك. انت فرصه انك انت والله تدرب. اسمع انا تعلمت جوجل. خليني ارجيهم، خليني ارجيهم، خليني ارجيهم. يلا ورجيهم. يلا ورجيهم. الله راح حقين. هذا اخرك، هذا اخرك حبيبي. انا يومين بتدرب عليها. يعني لا تحبطني. ما ححبطك انا، بس اطلع على المين مني. خلينا نروح اللعبه عشان خلينا. هي احلى، ما فيها بدنا نلعب جد. ايه بدنا نلعب جد، بدنا نلعب اليوم. يلا اوكي. مش كاركترز لك بتنسى من مين يا استاذ؟ حاول اضحك عليك بس تذكرت انه لعبه. بدك تغير اللبس تبع اي حدا قبل ما تفوت؟ عندنا مصاري اصلا. ولا احنا على اطلع اطلع اطلع. شوف بدك تعمل. شفت هاي بالله عليك؟ شفت هاي؟ شو هاي؟ ألتيميت تيكن بول. شفت هاي؟ بولينج. بس فينا نلعب تو بلاير. والله والله عن جد. والله احنا قاعدين. احنا قاعدين. استنى 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 بس خلينا اطلعها. اختار تو بلاير. شكله الفايتنج سوء ومش ماشي. لا شوف عندك نورمال بن وعندك هاي هاتشي. شو هاي هاتشي؟ اللي هم البنز هذول تضربهم. احلى فشل. آه اوكي روح. اوكي انا راح اختار. طلع شوف الفكره. استنى انت وين؟ انا عم بختار. اوكي شوف عندك الاسم. ايش في؟ بيقولوا منيح بالبولينج. متعدد المواهب. انا عندي السبين والباور اي اي، انت عندك السبين سي. بس الباور اس شو يعني؟ يعني سوبر سياره. والله سوبر عارف. سياره مبارك. ايوه شب التامين عندنا. ايوه هو اللي بفهمنا. حنون بدك تلعب؟ طيب اوكي عندنا 10 فريمات. على فكره كيف بدك تلعبها؟ لانه بتعمل لك مصاري سريعه والله. أوكي. احسن من الفايتنج العادي بالترجم. شوف شوف فيك تروح يمين هون تروح يسار. طب وين هاي هاتشي بالبن؟ استنى هاي شوف البنز، شوف لونهم ذهبي. طلع اوكي. هلا ايش بتعمل لك سبين؟ انا والله انا مشبح على الشباب. طلع بتعمل سبين. اعطيني سبين. روح شوي على اليسار. اعطيني شوية قوة. طلع يا عيني يا عيني. يا ريتك بتلعب بولينج عن جد هيك. دائما بتفضحنا بالسنتر هناك. ولا بحلم. اوكي بالبولينج سنتر. ايوه بالضبط. هلا انا اوكي. انا صراحه عمري ما انطرت من هناك. عمري ما عرفت الحسبه انا كيف تلعب. ايش سويت؟ خلصتها. شو انه خلص راح تضل عليك؟ لا حتروح على اليسار. لا جاي هي. لا حتروح على اليسار. كان لازم اخذها يمين الاول. اوكي يعني الاتجاه بدل ما يكون هيك يكون هيك شوي. انه تيجي وبعدين كيف. تعمل كيرف. ايوه برافو. طبعا ما تغير شيء عن لعبك الحقيقي يعني. اوه الباندا. الله الباندا دخل. طب هلا فهمني كيف. اختار وين بدك تبلش. اوكي بالنص. ما بنصحك. ليه؟ لانه صعب جدا انك لما تعمل هيك معك هاي تجيبها في النص بالضبط. طيب بدك تجيبها على طرف شوي. وكيف ارمي الكوره؟ دوس اكس اول شيء.
اوكي اوكي. هلا اختار روح يمين يسار مثل ما انت بدك. شو بدك اوكي. هلا هذه شوف هاي بتعمل هيك معك مسحت السياره هاي على قوه أوكي. الضربه بس لا لا لا, لا مش قوه الضربه هاي الاتجاه يعني لو عملتها على اليسار هتعمل سبين يسار. طب ليش كتير سريعه؟ انا يا دوب ملحق على الاكس العاديه. هلا شوف عملت تحولتها يمين صح؟ اوكي. لا انت ورا هلا راح يمين هي. استنى شوي اوكي هتروح يمين هلا يا طنجرة. لا بس والله صدق انت اوريدي عملها هيك بتبدا هيك وش هي اللعبه انه لازم ما توقعهم. اه ايوه اجا اوكي هلا بحكي لك شيء. اه انا لسه عندي ضربه كمان. اوكي حطها في النص يا سيدي يلا حطها. اوكي حاول اجيب هاي بالنص كمان بالنص. خليها في النص. جيب الحمرة بالنص. جيب المجوز يا عبود. اه لا حرام. ايوه 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 اعملها ماكس. عم نلعب تكن احنا. اوبا يا عيني يا عيني. شوف كيف؟ لا بس في بالنص بالضبط. لا بس في تحسن. انا بس بدي اعرف كيف تحسن. ايش انت مش جايب ستة؟ انت جيب ستة اخرك دوري. بتذكر اول مره بلعب معك تكن اول شيء ميح. خلينا ندخل راسك بالكاميرا خلي مسلم على الشباب. بدي اخلي بدي اخلي تفضل تفضل تعال الجمهور داعي تعال تعال. شو بدك تخلي حبيبي؟ خليه لما اطلع على الكاميرا يكون اه ماشي ماشي يعني فيلم اقعد. هو شوف انا هلا بحودها يمين شوي اوكي هيك بعملها مثلا. طيب وبعدين بعملها على اليسار. على اليسار وبقويها شوي. اوكي يعني شو 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 هلا هلا تعمل الله سترايك سترايك سترايك. والله لو شو ما حتجيب سترايك. اتخفش هجيب هجيب اتخفش اتخفش اتخفش. مرة ثانية انت كم طرد بيطلع لك؟ طردتين. وين الفايتنج والريج ومش عارف ايش كله اتفق. شو 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 الله الله. لا شكله هاي هاتشي قوي ما بيوقع. هاي هاتشي اللي ورا كتير قوي. اوكي دخل كله كوم واحنا بنلعب بولينج كوم. لا وايش على لعبه فايتنج؟ مين لعب الدب؟ انا باندا. مين برايك الدب؟ انا بدي اعوض عن الوزن اللي خسرته. طيب احود يمين شوي. لا هيك هيك بتيجي هيك ماشي. اوكي فيها. فيها فكره فيها فكره, فيها فكرة. لا فيها تويست يعني يا عيني يا عيني. هزقتك هزقتك شايف الليرنينج كيرف تاعي هيك طالع لفوق هيك هيك هيك. انت لعيب. يلا ورتيني كيف بدك تجيبها. طيب هاي ايوه يمين ايوه ما عندوش سبين. سبين تبع بيك كثير. مين اللي حكى؟ هو حكى لك قبل ما يبعث. مكتوب سي اي بي سي دي الرانكس تبعتك. انا ما درست اي بي سي دي بالمدرسه. اي بي سي اوه ما تقويها كثير ما تقويها حتى بالنص. ما هو بتوتر توهر توتر. لا زبطت ضاع الشب الله يا عيني يا عيني. روح حماده يلعب حمدهم من الفقر حيطلع. يا اخي متأثر بالفوز بطلع المية من زوها. وكيف حصوم بعدين؟ أيوة 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 يسعد الله. ما يجي ما يجي. طلع هذا اللي ضرب. بدي شوا بدي شوا بدي شوا. طب ما بتقدر تغير الكاركتر هذا تاع البنت؟ تحط باندا؟ لا لا بس بس لا على فكرة إذا 15 بن لهاي هاتشي بن واحد لباندا عشان بياخد الحجم كله. إيه آه آه آه. وين مناخيرك يا جحا؟ اطلع لتحت انزل لفوق انزل لفوق. اجى الوحش اجى الوحش. شوف شوف البرنيطة تاعته. اهم شيء اهم شيء البرنيطة. طيب نجرب الكيرف على الجهة الثانية. هي البرنيطة. روح يمين يمين بعدين نروح يمين. لا روح يمين شوي كمان. لا هيك يعني حرك هاي السهم حرك يمين. طنجرة. اوكي ليش جبت تظلم الطنجرة انت؟ عندك حق يا غطا. اوه حبيبي احنا بنعرف شو انت دمحت حالك اصلا قدرات البصر. استنى استنى علي شوي. والله لو شو ما بتجيب. هلا بقول لك كيف حجيب. شوف طيب روح تشوف البرنيطة. هاي البرنيطة. اوكي 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 كمل كمل. على التراك الثاني. حياة حلوة. الحياة حلوة. شفت كيف شفت كيف الطنجر هذا لانه السبين عنده ضعيف فبيلف معه بسرعة. شوف طلعها. انا ايش خبصت؟ وين؟ جول جول جاتر. شفت شو طلع جاتر؟
لما تشتري الكنافة بتحط عليها جارتر. صح. ايه حنون بدك تلعب بولينج على تيكن؟ ايوه بدك تلعب مصارعة على فيفا؟ على فكرة سترايك ستريت 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 زمان زمان كان في تيكن فولي بول فولي بول زمان زومان ما كان في سترايك على إذا زمان حينطحك كل انا عم بتحكم ولا شو؟ هذا انا انا اسمي مكتوب. طيب يا عيني يا عيني يا كبير يا كيمو يا كبير. كيف الحظ لما يطرق معك؟ حظ خلي ادك انا سبير سبير على رزقك. طلع الشباب اللي بالعديد طلع طلع في نايت كلوب حواليك. اذا هدول راح نصهم هلا انت وين رايح وين طالع؟ السلام عليكم ورحمه الله. طيب عيني عيني وين رايح؟ انت بدك تعمل لك كيرف بال على فكره انا خربطت بالمقياسين هدول اللي عندي. معلن المهم زبط يمين انا بساعدك. شوف شوف اللعبه لا برا لا انا كان قصدي هذا بس. انا كان قصدي اليسار لانه شكله مش عاجبني. أنا على بالي مش عاجبني. هتساعدني انا هساعدك. روح يسار روح يسار يا حيوان. انا رحت يسار. طب اوكي هلا جيب 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 ستريت جيب ستريت من هون. اوكي لا شوي كمان يمين. طيب وهذا هذا اللي عم بيلعب. استنى روح يمين الاول روح يمين. انا بساعدك. لا يمين 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 الثاني مش يمين الاول. يسار يسار شوي عدلها في اوكي بس خليها هيك. طيب هلا هاي جيبها لما تكون هيك على اليسار شوي. اوكي على اليسار شوي حيروح يمين. عارف ايوه ممتاز. يلا اوكي اضرب صاروخ صاروخ يلا روح. هذا اصرخ روح يا كبير. اعطيني اعطيني سترايك. لا ضل واحد مثل الاهبل واقف. هاي مش هساعدك فيها جيبها لحالها. حجيبها مش انا ما بعرفش اجيبها. جيبها حجيبها. ايش وين ضربت الثانيه؟ ايش انت اول واحده طيرتها. انا بورجيك. اوكي هاي ليلي هاي ليلي. شوفها شوفها شوف احلاها شوف ما احلاها هاي. والله انا شكله حاخذ اجازه يومين. ايش هذا؟ انت عثر على الارض مش عارف ايه. انا حاخذ اجازه يومين اتدرب فيها وارجع لك. ما في مشكله. حتكون انت لابس وقتها التيشيرت تاعت الاسد هاي تاعتك. يا اسد مبسوط فيها. اوكي هاي هيك وهاي على اليسار اخر شيء وهي بالنص قوه. روح اعطيني سبين اعطيني سبين. دخلت جول من بينهم. يلا معنا. طيب دور مين؟ دوري. يلا دوري ولا شباكي؟ يا هاي تعال اهو محلي. لا باي باي غير اسمي عم برجع احطه محمد حنون خلص. خلص حطه. لا 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 يا باندا جايبين باندا يلعب بولينج. شو قصدك يعني؟ اقسم بالله الصينيين بيعرفوا يعملوا احسن نظام ماركت. بدك تجيبه بالنص بالضبط بالنص بالضبط. برافو. هذا النص تاعي. اقوى شيء اقوى شيء اقوى شيء اقوى من الشده حن من السكون انه حنون والحروف حنون. برافو. والله منظره بيقهرني هذا. هاي هذا شيء. طب ليه ما في حوالينا لاعبين بيلعبوا؟ هو احنا حزين القاع تقال. احنا كيف بس تقال. طب اخليها هون انا على اليمين. ما تدبر حالك. بعرف ما اعرفش بعرف. طيب اي دونت نو بيرهبس يس بيرهبس نو. ايوه 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 خذ القوه اللي بدك اياها لبرا. هاي لبرا راح. لا 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 استنى شوي ما بتفرق. استنى شوي علي. لا ولا شيء. اوبا حلو جيد. على التراك الثاني جيد. هذا اضعف يعني شوي. اضعف شيء عندك. اضعف قوه اقوى من اقوى قوه عندي. ايش ايش حيعمل باندا هلا؟ ايش عم بيسوي؟ هذا سكر. هذا سكر. ليش انا وانت نفس الشيء؟ ليش انت انا وانت انا وانت؟ طب وين السكور التوتال؟ ما هو مكتوب فوق. مش مكتوب مكتوب الارقام بس كل واحد والله مكتوب. شوف هاي شوف الاسترايك هاي شوف الاسترايك. الله لا تعمل سترايك من اول مره. اعملها اول اشي ستريت بعدين سنتر على حسب اللي بين يعني. لا السبن اللي هي اللفه الكيرف اللي سبن. شوف سترايك اول واحده خليها ستريت عشان عشان توقع قد ما تقدر. لا احنا بنجيب سترايك من اول مره. هلا سبن هي العقليه. هاي هلا سبن ما فيش مشكله. تمام هي العقليه يعني. لو سمعتني من اول لو سمعت كلامي ما كان وقعت ولا واحده عن جد.
شو العالم هاي؟ طب جيب سترايك لشو؟ قول له قول له. جيب سترايك لشو. طيب ايوه لا متى ما علينا اعمل دي. شوف شوف انت شو اللي فهمك ما انا ما بفهمش برافو هاي اللي برا لا انا نقيت اللي بالنص ايش اللي بالنص اذا انت اتجاهك هيك يا زلمه هدول ذهب بديش اوقعهم بيروح على الفاضي ماشي ذهب وولع يلا حطينا جي شن جي جي يعني جنرال طيب قطر يعني قطر قطر طيب استناها نستناها بالنص بالنص بالضبط استنى خليني اركز بالضبط النص برافو عليك هذا النص اقوى شيء اقوى هذا اقوى شيء عنده والله ايش ولا اي شيء الله عليه شكل باندا كيف بس هل انتبهت على الكره شفته قد ايه ضايل زين انا لعبت انا لعبت بالاول انت هلا نتيجتك 51 وانت انا ما بعرف 151 عشان عندي سبير فما بعرف شوف شوف هالكرت شوف هالكرت شوف هالكرت شوف شوف هاي شوف هاي شوف هاي شوف هاي يا زلمه انت بتتدرب عليها اسبوعين بعدين بتيجي تتشاطر علي انا اول مره بشوف انت مبسوط بهاي اصلا طبعا انت شايف انا هلا مستمتع يلا روح هاي فول سبير هاي فول سبير اديني يسعد الله يسعد الديني. الله يا زلمه والله لعيب يا اخي والله لعيب والله لعيب عندك ليل نهار انت يعني ليل نهار تعال حبيبي تلعب يا حبيبي صح خدني شكله ندم على الساعه اللي اجى فيها يا عمو يا حبيبي يا روح يا طنجره يا انا يا باندا انا اجيت يمين يا غطى طنجره استنى افهم علي ما تجي هو اصلا بيرمي باليمين طيب ليش تخليه يعمل هيك خليه يعمل هيك كيف عم بيعمل هيك وزن هيك فول باور برافو اعطيني برافو انا ليش دائما مسنتر على انا عمال بحكي لك انت اوريدي موجه الرجال خليته يعمل هيك وجهه في النص وجهه في النص الاول او على اليمين شوي وبعدين اعملها كيرف على اليسار تمام مين عم تحكي انت مركز بالزاويه تاعت السكرين مع مين عم تحكي انا قلت له يجي يمين قلت له بعدين اجى يسار احكي اذا ما حكيت مع 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 مع, مع الكاميرا بدهم يفهموا علي اكثر الكاميرا حتفوز اكثر لا 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 عمر اسمع مني. استنى انا شفت يمين والله اسمع مني اوكي روحي خليه ستريت طيب اوكي هلا هو واقف هيك اتجاهه مباشر انا بدي اجيبها يسار حلو بدك تجيبها يسار يبقى هون بتدوس على اليسار طب شو فايده هذا اذا هيك انا هلا بحكي لك روحي يمين شوي طيب بس هيك هلا لما تعمل يسار هيرميها هيك وبعدين هتلف على اليسار ايوه اضرب اقوى شيء روح شوف هلا كيف هتروح يمين شوي بعدين تلف فهمت علي هو اللي جاب سترايك ما جيب شيء قصة سليمة والحمد لله بس هلا حدخلها من بينهم اوكي هلا شوف انا برجيك فاهمك هلا انا اللي بورجيك انا عندي باك اب هون انا جايب حنون وهلا صراحة يعني انه السكرين ما حتوسع على المصل ستاتو ما علينا اوكي شوف بكل بساطة شيء سهل جدا طيب انا هلا عم بوقف على اليسار ليش؟ عشان بدك ترمي من اليسار حلو بدي ارمي من اليسار انا اخترت المكان وين انا واقف فيه طيب هلا انا بطلع هلا هاي ثاني خطوه شو الفايده هذا شوف السهم وين رايح لما ارمي الكره هتروح باتجاه السهم طيب وهاي استنى هلا بشرح لك هلا وين ما بدوس انا شايف الاحمر هذا وين بيروح طيب هذا الاحمر بيحدد الكيرف هتعمل 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 سبين يمين او هتعمل سبين يسار لو جبتها في النص ما حتعمل سبين لو جبتها بالنص اوكي لا ما بده يعتبر في انه انا صح لا ما بده لا طلع ارجيني شطارتك حطها بالنص حطها بالنص ما مش بالنص لو راح ما بدك تحطها بالنص بالنص تروح لبرا حكيم ما بيغلط ايه يا ساتر لا شوف كيف رجع على طول شو بلغوا علينا ولا ايه انا قويته ما علينا اصبر شوي خليك معك كل البنات بتحبك قول ما علينا انت اخذت دوري على فكره لا لسه دوري دوريمي فاسو لاسي دوريمي فاسو لاسي يا دوريمي فاسو لاسي بالليل يا عيني بالليل يلا شوف طلع شوف ها
هتروح يمين بعدين تلف يسار. كم قلت لي هيك من اول؟ شو عم احكي لك انا؟ كم قلت لي جبنا سبير كمان؟ وانت انت شغال انا بعرف العب وانا مش عارف ايش وانا بس 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 فلسفه ما يريد. طب خليها اصبر اصبر فلسفه ما يريد. العب العب خليها انت ما عليك. طيب انا بدي اوقف هون. ايوه خرب علي بالضبط. يجي ولا ما يجي؟ شايف انت؟ انا شايف. انت هلا شايف بس مش فاهم اشي. انت هلا ورا. لا هلا اعملها يمين. هلا بدي اعملها يمين. وجهها يمين. وجه. لا انت وجه حالك يمين. أيوة. طيب وبعدين اعمل كيرف يسار. اعمل سبين يسار. هاي هلا بتعمل سبين عندك. انت حتضع شوفوك يا باي. شوف يا باي كسر التراك. كسر التراك من الاخر. اوكي طيب كمان حلو. خليك فكر. يلا روح فيك جيب هذول. ما في داعي هلا. ممكن توديها شوي توجه حالك على اليسار شوي. ايوه بعدين على اليسار. على اليسار. وما تحطها سوبر باور. حطه نص. ايوه هيك منيح. شوف كيف هتلف لعندك على اتجاه الله اللي بدك اياه. الله وبرضه طنجة. راحت واحدة. وبرضه طنجة. راحت واحدة. انا اتحداك اصلا كان جبت واحدة من هدول. انا اذا انا طنجرة انت دفاع. لا يلصق. اعطيني. المرة جاي حامله كله نص. طلع 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 يسعد الله. هذا حول. هذا اسمه مش هجيب سترايك. هجيب سترايك. طيب هجيبها سترايك اللي هي من اول مرة. لازم توقعهم كلهم. اوكي اوكي اديني اديني. الله علي الله علي الله علي ما احسنني. الله علي ما العبني. رمية الحظ المبتدئين هدول. تصل لك شهرين بتلعبها يمكن لساتك مبتدئ. صح. اجيب لك حنون هلا. أوه. يلا يلا بسرعة عشان نروح على فاصل موجز الأخبار. يلا هالضربة هاي 30 ثانية. يلا عمار يلا عمار بسرعة بسرعة. ضيع ضيع. حط سبين أكتر شيء يسار. ما هذا اللي بفكر. لقيها لقيها لقيها. حط حط. يلا على يسار. أوكي جو جو. هاي حتيجي. أعطيني أعطيني. العب يلا. يلا عندك كمان فرصة. يلا جو 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 جو. ضيعتك على الفاضي. خلينا نشوف على الفاضي. انه هيكون عندك ضربة ثانية. يا عيني حعملها نص كمان. اعزائي المشاهدين اللي صار فيكم عدنا من جديد بعد الموجز. طبعا نشوف عمار هل هيقدر يجيب اخر واحدة ولا لا. هيجيبها. ما بعرف اذا انت هتقدر توصل لي اصلا. اوه هاي تمام. اقوى شيء اقوى شيء. حلو. حجيبك حجيبك. الله يا عيني يا عيني. طلت واحدة بس طلت مرة التراك. معلش حبيبي. هاي اول مره بلعبها. انت يمكن هاي السيليون مره اللي بتلعبها. لير 1 وينز 122 ل 94. طبعا متفق معهم لانك طبعا هو ده. طيب. الكلام ليه جيم. لا والله متفق. طب ما اعطونا شو اسمه مصاري. لا يمكن هلا ببين هلا بعد اللودنج. هي ناروتو الشيبودن الريدي. ناروتو كان المفروض مفاجاه هاي تضل هلا مشاهدين. لا حكيت. ولا حدا سمع. ما حدا سمع. اصلا هلا بتقطع شوي هيك بالفيرسز بعدين شو؟ بتقطع شوي بالفيرسز. يا اخي احكي شيء جديد يا اخي. يا اخي يلا احنا على اليمين ولا على اليسار انا؟ على اليمين. بما اني انا ضليتني اتدرب النوكتس فحنقي هورانج. فرانك طول ما هو بعين واحدة حياته ما حيفوز. انت مين نقيت؟ ولا حدا. ما مش مهم ساحر. انت دلوقتي. انت انت الهليكوبتر. لا مش الهليكوبتر ولا شو هلو شو ابنه لنينة.
هلو ايش يا حنون؟ هلو كيتي حبيبتي. هلو كيتي. هلا والله. هلو مش هلو كيتي. وهلو بالخربتك نقيت لي ستيف. يلا يا بابا. يلا يا بابا. رجلين هورانك اطول من ايدين ستيف. ضلك ورقص انت. ايوه ضلك ورقص. على الفاضي. ما يعرف. اي. يا اخي بطيء ما تعرف انت ما تعرف اي ما يعرف ايش في يا اخي ما تكملت حرام راحت على الفاضي لا تعتذر والله ما كمل عذر اقبح من شو اسمه اقبح من حكيم ايش قصدك يعني انك حلو الشلوت في منخارك يلا لا اديني خود اقول تعطي شوي بعدين نرجع يلا تعال تعال خليك على ناروتو انت وانت مش فاهم اللي هيصير فيه في ناروتو اصلا جبنا لك حنون حبيبي ايه بس نقص من الباور بتاعك اه انا باخذ الضربه بس برضه بعمل ضربه اه تضحيه يعني طب ادوس على طرف يا الله شو بكره الحركه اي انت حتموت يا حكيم لا يروح ايوه بلش لعب تحت ما في غيرك رحيم بلش لعب من تحت العب تحت انت بتلعب هورانج بلش الغش لا رجلين هورانج حلال من تحت عادي أوي. عم بشوت أوي. فيك تقول محمد صلاح انا ولا هو مصاب هلا بنتمنى له الصحة والعافية الله يعطيه طول العمر والصحة و... عن جد والشفاء السريع والله يرحمك انت اي العب يالا تعال اقول لك انت ايه اي طب روح حكيم بروفيشنال تكر بلش الانسكيورتي تاعته بده يفوز باي طريقه يا الله لو كانت جايتك هاي وين بتعمل اي شيء لا ما هو بده يرجع كرامته اللي انفقدت عادي عادي على فكره انا كثير مرتاح جدا وين راحت الريج كانت عندي ايوه هاي جرافه يا زلمه لا تغلط على اسم عيلتي لو سمحت ايوه تعال ما حاملها ما في داعي تعملها ما في داعي تعملها خليك اعمل اللي بدك اياه احترم الريج تاعك انا اعطيتك اصلا 2 بوينتس طيب كاركتر سيلكت سريع شوف اللي حيربيك هلا لا لانه ناروتو نزلت وبدنا نلحق نلعبها قصدي محمد حنون يلعبها ايوه يلا محمد حنون روح ولا شو شاف اللعبه اللي عم يصير شاف المذبحه اللي صارت انا مالي دخل خلينا اروح على الجيم احسن روح على جاك 7 جاك 7 ليه جاك 7 جاك ليه جاك 7 جاك ايوه بالضبط جاك الموت يا تعرف الصلاه ايوه والله رجعك جاك 6 هلا استنى شوي انت عم دون جريد عشان يستحمل السيستم يلا هيا بينا بريك شاي ولا بريك قهوه حنون حنون ايش في راوند 1 فايت ايوه لا بديش اطلع بترول ما انا عشان هيك حركة هاي منهاش لازم نهايتك سودة يا زباوي حافظينك حبيبي برضو؟ برضك
الحمد لله حنون هون. ليش بتعمل كرابات؟ ليش؟ راحت الديفنس بس انسى هاي حظ هاي حظ حظك فوتت لا روح مركزين احنا اي انا حخزقك ايوه لحق الباور لحق الباور ايوه بالضبط بدك تنجز بدك تخلص بدك تنجز انت بس هاي هاي اوه لا طب بعدين اوف ريماتش انا عرفتلك هلا انا عرفتلك هلا خدك جوله السكرين تاعتك خربت نجيب وحده حنون رزقها يلا روح ريماتش يلا ايه يا ابني لا 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 ايه يا ابني فايت هذا أكبر دليل إنك بس بتكبس الزرار كل شوي تطلع معك ولا بتتعلم كيف هربت منها؟ كيف؟ غزو برجله بلش اللعب تحت وانت شو عم تعمل بلش اللعب تحت ايوه يا حرام لا خذ يا بابا تعال يا روح ماما تعال اقول لك حاجه حبيبي انت بتنزل منه لبن قوم روح لا جريت على قبره جريت على قبره حطير رفاه حطير رفاه جدك شرح يلا وقطع يلا طب العب يلا لا بس هذيك اجت فيك اجت فيك بوز يعني تيجي اعمل اللي بدك اياه ايش لا طلعش بترول اديني اكتب تعال تعال جاي لك على الفاضي والله كنت شو عملي اهرب يلا 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 واهرب يلا ايه
تعال اجين اجين هاي هتنزل عندي اوه على تكي حبيبي سلو موشن ضلت ربع ساعة عشان يجيبوا الضربة جاية فيك جاية فيك طلع اللي بعده اللي بعده يا رحمان ريماتش مبروك يا حبيبي عقبال عندك يا ستي حنون بدك تلعب؟ متحرص يلا انا حفوزك هذا الدق عشان خاطر حنون بس حبيبي لسه ما بين اشي اصلا طلع لك الجراب out of nowhere زي هيك يعني زي هيك مثلا الضرب تحت الحزام ما بصير بس الرمح تحت الرمح عادي مش انا اللي بضربك الرمح هو اللي بيضربك لا لا اولى راحت على الفاضي وانت محلق طب حلق كمان مرة يا شوغالي يا مضحل بالضبط الله ماني راح بسم الله اول مرة بشوفه متوتر هيك وهل متوتر مرة واحدة يلا بتنرفز ولا تزعل حيوان مرتين يا حيوان حطوا ناروتو مشان الله لا ما تكملت هاي على فكرة انت قلبت مسخرة هون انا اللي عجبني شو اسمه الجماهير اللي قاعدين معك طبعا كلهم ضدك كلهم شايلين مني اصلا بلش كرابات بلش ييجي 3-0 جيبوا لي ناروتو لا الفايت هاي الراوند يعني طبعا طيب كاركتر سل انت حيوان اختبت لك جاك عشانك يا كلب هاي هاتشي كازويا جن يلا اعطيني اي حدا بتعرف فيه اختبت لي اضعف واحد وابطا واحد في الحياة حنقي لك باندا اثنين كل هذا واثنين مبسوط لا بس اخر واحدة كان مسح اراضي مسح اراضي مسح اراضي انا هلعب معك مسح اراضي العب 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 والله العظيم لا اعمل فيك اعلان ديتول اليوم اقسم بالله العب العب يا اخي حنون احكي لك كلمه يا اخي قول له يلا نكتس روح لا بدنا هذا بدنا نشوف شويه رقص شرقي هتزعل والله هتزعل بدنا نشوف شويه بيلي دانسينج اليوم لا بلي دانسينج انك تجيب له انا اللي بختار يا باي هاي ما بتصير اذا كان انا بختار ما بتصير انا سبحان الله زمان ما اخترت انت على يعني مش عارف يا اخي اعترف انك انت
اتفرشحت قبل شوي صراحه. وهذا اللي صار. ورجينا الفرشحه تبعتك. والله ما اظن حترجع تحط تكن انت ولا حتتصلي. لا ما تعال انا جاي معك جاك بالشخصيه المعفنه دي. والله انت اللي بتحبه. اشتغلنا ايش هذا هذا علق. شكرا. لا بتصير هاي عادي. انا بدرس حركاتك بالاول. بدرس اخوي عندي متر. انا بدرسك لسه. استنى شوي بدرس. طب خليني اكمل النقطة. نقطه ما بدي مسكين. هو انا بعرفه ليش في بني ادم بينهر من اللي صار. اضرب اضرب بعد امسح. عوض 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 اللي صار فيك. اعطيني. ايوه يلا اضرب تحت. قوم طيب قوم العب. ما هو تحت اسهل لك. شوف بحاول. لو سمحت ممكن تضربني عشان اوقف الهيت. لا انا هنضرب زيك. لا لا لا. كمان ايدي ايدي. اصبر كلها راس. اصبر يا ابويا يلا. حكيم ساكت. حكيم مركز. انا جاي منك كثير صراحه هلا. بقطع من راسي. ضربك بكل نواحي رجله. ما خلى كعب على اصابع رجلين. عن جد. جاني اللعب مع عمار الجوف وحكيم ابو نحل. لا خلاص. طب يلا الراوند هاي لك. ومش بكيفك. ما ياما قلت هيك. يلا يلا الراوند لك. وخرب بيت الهليكوبتر اللي انت عامله. خلصني خلصني دخل سماي يا شيخ. يلا يلا فوز عادي عادي. بس انت كمان. لا هلو قفل. انت بدك تعملها باي طريقة بس مش عارف كيف. اي مخرب بيتك. لا 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 انا مش هتحمل اخسر صراحة الفراي. لا حلونا ديني مشان الله ناديني. يلا يا اخي انت وترتني. يلا يا اخي الواحد. نقي نقي اصلا. نقي شهيد والله ما نقي امتي. استنى بس استنى بس. ايه يلا روح تفضل. والله اللي عامل لك تدي بقى. انت شايل بقلبك انت. حلقة سماي. يلا الراوند لك. حلقة سماي. مين قال لك تلعب معي تكن؟ مين قال لك؟ لا انا غلطت اني سمعت كلامك ولعبت انا جاك 6 هذيك المباراة. انا عارف انه جاك كثير ضعيف ضد الطنجرة تبعك. ويا دوب بالزور لفزت ببول كمان. يعني شو اسوي لك؟ لا زودهاش. لا عن جد بالزور لفزت فيه. ما هو انا ما درست طلعت. لاف هاك. زليل طبعا.
انت خبرات. من وين مسكته؟ بدي افهم. مش عارف برضو؟ انا بحبك. اي لاف يو. ايش احنا بنلعب جوجوتسو ولا شو؟ كله جرابات على سريع. يلا معذور معذور يعني صراحة اللي صار فيك اليوم. العب العب تعال تعال انت اللي تعال جاي انت اوي كمل انا بدي اشلم الكراب هاي فرنت فرنت طب عشان هيك بالحظ انت فزت طالما قدر وزنك وقع خرب التكن بسببه انت انا عجبني اللي هو لابسه صراحه انه على اساس حمايه شفت الرفسه؟ خلاص رجل اللي بعيد انا ما بدي اعمل هالحركه بعدين بعدين شغل المبتدئين هاد الله ايش ايه بالمزحش معه هاد البقرة هاي هاي بعد 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 اجت؟ لا لا ايش بس خلص ليه ضربته العين الحمراء يعني ولا العين الحمراء ولا العين الفايضة ريماتش على السريع ها ريماتش لانه حنون بده يلعب على السريع فخلينا نخلص يلا يلا المشكلة ما بيوصل يعني ما في داعي تعمل ديفنس بس ما شاء الله ايده من هون لاخر ما هي بتعوض على الفاضي طقيت لك ظهرك عشان ترتاح شكرا والله انا محتاج كان يا اخي ضرباته بطيئة بس قاتلة هاي عطسة بس يا انا صراحة ما كان قصدي ماشي بس يا بحر قوت اي اي اوه شاورما عملني دونر تعال يا حبيبي يعني يعني ايه على قليل ما حتى البيرفكت يا اخي تعال عند رجلي بدي اضربك برجلي هاي اخذها بخلتك هاي خاوة ايش في؟ بالسمكة والله. بالهمورة عندي حساسية بالتونة والله لعبك بيسبول بسمكة وين صارت هاي؟ استنى استنى بدي امسكها فيه؟ عم تهرب منك السمكة تعالي تعالي هون المهم ما عليه خلينا نرجع نشوف اذا لساتها بال موجودة أرجع. موجودة اوه والله لساتها ولو رحت الجولة اللي بعدها كمان بتكون موجودة طب السمكة انا كنت بحاول امسك السمكة امسك السمكة امسك هي عم تتنطط المفروض ان هي لسه هون وينها؟ تعال ندور عليها مع بعض ارجع لورا بتلاقيها وين؟ اوه هيها تعال تعال عندها ما بدي اروح اوه والله جبني عندها واحدة بواحدة اوه اوه ايش هاد شكي بيمشي امشي لقدام امشي لقدام ما هو يعني مشيته زي كأنه بحياته ما مشي او صار له زمان عم بيمشي شكله عنده تصميم ما هو بالضبط صار له زمان عم بيمشي صد هاي لولا صحتين على قلبك يا طويل يعني لا انا جكارة انا جكارة فيك ما كنت بدي اصطها عشان هيك انه يلا خلص انت مش هتقدر تعمل لي شغل الفاضي اوكي خل ثاني 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 استنى استنى اضرب ثاني يا اخي خليني اضرب اي 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 ريع وين هو عطس بس وي زين بنمزحش معه البني ادم لو اجت
سؤال. كابوم. اوه ما لا لا اجت فيك اجت فيك. لا لا شيني انا هوي. يعني انا مش عارف شو الحظ اللي عليك هاد. حظ حظ. بدي افهم شو الحظ اللي عليك. حظ حظ. بدك تغير كاركتر، بدك تغير. انا بدي اغير حالي. حنون تعال تعال سوي تاج. حنون بدك تلعب؟ العب تكن. جنب تكن. اوه تكن. اوه تعال تعال جربها جربها وبعدين ندخل كلنا على ناروتو. يلا يلا مع. انا بعلمك على ناروتو. بديش بديش يلعب هذا حرب مستحي. يعني صراحة خايف عليك قدام المشاهدين. اه والله كتر يعني خيرك. شو اللي حيصير فيك انت يعني كتر خيرك. انا لحد هلا مش متخيل صح؟ هناك شايف. فنروح على ناروتو. يس بليز. محمد حنون. سبحان الله كيف حتتغير هلا. ايوه ترى ايه عمر تغير اسمك. لا والله. ايه والله غريبه والله. ايه والله تفضل على ساحه اللعب محمد حنون. ايه تفضل محمد حنون. عرف المشاهدين فيه طبعا. هلا عرف المشاهدين فيه كان انت عارفك براسك انت اللي بيصير معك. بقيت البيتزا عشان هيك خسر. كان بده يروح ياكل. كان بده يروح ياكل. هذا اللي كان بيعمل. انا هذا همي. اه والله يعني ايه لما كلامك كله يبقى في سيرتك. المهم اعزائي المشاهدين طبعا اللي انتم شفتوه هذا كان مره اخرى هزيمه يعني كذاب. كذاب. سامعك من هون. انا عمر ستون. شايفك شايفك شايفك. ايه شايفك. لكان لكان الزلمه شو طلع 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 مين عضضني بوشي. هاي هذا باندا. باندا حبي يتكسر عليك. كيف الكبسات نفس الشيء؟ هلا 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 برجع الكبسات. هلا احنا حنكتشف مع بعض. احنا راح نكتشف مع بعض. طلع الاغاني. يعني شايف الفرق هاي كثير اسرع. فرجع له الكومبات اسرع كثير. فرجع له الكومبات. حاولتي انا للحد يلعب ولا ما يلعب بس خلينا هلا عشان بس نفوت على الوضع. لا ما عندي كل الكاركترز. هي ما حيكون عندك كل شيء. ما لك طول سامينا تو هاي. هو المفروض صوت الاغاني عالي شوي. هنعدلها بتفوت نظبطها بس عشان ايش شو نقدم. لا بدنا نحضر. حلو نحضر. رايح حلو. شو اسمه؟ اوكي. شو اسمه؟ طبعا ناروتو بيحكي على كم اجزاء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة غير غير الثاني. هلا هلا خلى بس يسلم على هلا خلص الشو للأسف. هلا عم بحطوا تاع ناروتو. طيب من عندي ولا من عندك؟ خلنا نشوف هلا كيف نعدلها. بس هدول اكس بوكس كنترول. لا مش هتكون مشكلة. طلعت معي صورة كاملة ولا لا؟ من عندك شوف انت؟ انت مش شغال. لا المفروض مشغل. لا صوت فيه. لا ما خلص كبشة بلاي ستيشن. أنا يسوي تركيبة الحين. نسكرها ونفتحها تاني. نعدل اللعبة شوي. يعني إيه بخور ما شاء الله بخور. تسلم إيدك. مرحب مرحب مرحب. هلا 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 من الخميس. طبعا احنا هلا اليوم معانا محمد حنون واحد من عز اصدقائي. راح نلعب مع بعض شو اسمه ناروتو. هنلعب ناروتو شيبودن.
لعبة فنانة صراحة لكل اللي كان بيتابعوا الانمي او هو مش مسلسل كرتون بيسموه انمي. انمي اوكي فرق كثير كبير طبعاً. بين الشغلتين هذول يعني فهو اعتقد اوكي بانداي نامكو مش الحال كنا نعمل اكس من عندنا احنا عشان سايبر كونكت they need to be creating save data عم بيعمل الكريت لسه يعني لازم نستناه يعني هذا اللي فهمته انا اوكي افا ما في افا جرب لا انا بشوف بس انا بدي اجرب انا بدي اشوف الاول اوكي على الاقل يكون عندي انا الكنترولر يكون عندي الكيبورد كمان فيني استعمله كيف فينا مشكلة فيك تعمل فول سكرين كان شفت ألت ولا ألت انتر شفت انتر بعد يا دلوا طبعا حلون انت عبال ما احنا نبلش الجيم شو رايك تحكي لنا عن اللعبة بشكل عام وقدين تصلك عن تلعب طيب يا اعزائي المشاهدين اسم ال شو اسمه ال طبعا ناروتو هي بتكون هي 3 دي جيم فايتنج وبتفرق كثير عن تكن وبتفرق عن ستريت فايتر لانهم 2 دي السرعه يعني اللعبه بناروتو كثير سهله فقط كبسه واحده الاو اللي هي بتاعت الكومبوز وبتستعمل الجويستيك مشان تتحرك بالكاركتر تكبس او فوق مع الجويستيك بيعمل كيك اب سيت اب هوا تحت عشان يعمل له كومبو لور اتاكس وبعدين عندك النورمال ستريت اتاكس في ناروتو كل الكاركترز كلياتهم تقريبا نفس الشيء من ناحيه الكبسات الكومبوز الشطاره في ناروتو هي التايمينج اوكي وتعرف كيف كل كاركتر الجيتسو تاعته اللي بسموه الجيتسو هي الحركه الاولى وبعدين عندك الالتيميت جيتسو اللي هي بتكون الدبل تراينجل او اللي بتكون بس سينيماتكس تفجيريه صراحه فالتايمينج عندك اساسي وتعرف الكاركتر اللي بتلعب فيه شو قوته شو بيستعمل مثلا لونج رينج شورت رينج ميديم رينج طبعا الحلو بناروتو انه في كاركترز عندك للاسف في لعيبه اونلاين بيستعملوها سبامينج بس في كاركترز كان تقدر تكسر السبام اتاك تاعتهم حلو فشطاره اللاعب تبين وقتها انك انت مثلا اذا بتلعب ضد مبتدئ بس عم بعمل سبامينج مثلا على سبيل المثال عندك ديدرا اللي بيزت قنابل عندك ساسوري هذول اللونج رينج فانت شو بتجيب مثلا بتجيب مثلا ساسكي او بجيب ناجي كلوز كوارتر كومبات مع روتيشن 64 بالمز تضرب صاروخ فرجيك اياه طبعا وبعدين بتعمل له الالتيميت ديفنس ف this is a good way طريقه طبعا هو احنا عم نحاول احنا قد ما فينا نفوت على اللعبه طبعا بس مرات ان بيصير تخبص معنا فانا ايش اللي بدي اعمله بدي ارجع اعيد الكره من اولها لا شو مش ستيم يا اخي مش ستيم يا مش معرف ال لا هو اصلا حتى مع الكيبورد العادي ما عم يشبك اصلا فخلينا اول شيء نجربه هلا يعمل ابديت لستيم يفوت لجوه من اولها على السريع اذا لا في عندي كذا لعبه انا اصلا حاب العبها معك تعمل له مفاجاه لك اي واحده هورجيك اياها في عندنا كلاسيك جيمز نسويهم وفي كمان لعبه اسمها تراين سمعت فيها بالهيك ايش اسمها تراين لا تراين هاي لعبه فيك تلعبها لحالك او تلعبها مع اثنين وبكون في عندك زي بازلز واشياء تعملها وتشتغلوا مع بعض يعني كل واحد بيكون شخصيه كل واحد له دور واشياء زي هيك طبعا احنا الاحترافيه تبعت ناروتو هم هي اللي بتفرق فبدنا نشوف هلا ان شاء الله تشتغل ان شاء الله اي ثينك ات ويل ورك اذا مشبكيش هو مش مفروض هو ما في لعبه على الستيم ممنوع تلعبها بدون كنترولر
كله فيك تلعب بالكيبورد او بالكنترولر. انا فصل ومفصل من عندك. انا شوي صرف انا اشوف شوف هذا ما استحيل جوستيك تو كليك انتر صح. ما هو الديفنس الديفنس هذا اول واحد ثاني واحد اوكي شبك اشتغل عندنا او هون هلا هذا ما بعرف اذا هو عم بيستنى ولا ما عم يستنى. ايوه ممتاز شو عملت؟ هو 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 بالكيبورد هو بالكيبورد استنى انزل لتحت الاخير. طبعا احنا يعني كثير بنقراهم احنا كثير بنقراهم. اوكي يعني شروط والاحكام نفسي يعملوا ملخص للنقطه الاساسيه وخلص. يعني حتى في جزء من الاجزاء هاي اللي هو لو لعبت اللعبه هاي حياتك هتكون ملك لنا وانت شو بتعمل؟ اوافقك اوافق. لانه الصراحه ما عندي اي استعداد ان انا اقرا اسمع اي اجري اي اجري موافق يا بابا حاضر يا عمو. اوكي طيب اول شيء خلينا نفوت على الاوبشنز شوف اهم شيء اهم شيء الجابانيز يكون الصوت. طبعا طبعا يعني لانه انا بحضر الانمي بالجابانيز طبعا بس انجلش صار كيف لك بس انا عندي الكنترول. لا استنى باك ديفولت شامل نعم اوكي بس الكنترول الثاني نبت الصوت شوي تبع هدول اوكي ديسبلاي شو قلنا احنا جاباني صح فويس كذا 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 اوكي بس احنا بدنا نعرف الكنترولز وين هذا المفروض فول سكرين كمان يكون عندنا. انا كم بدي اعمله فول سكرين ريزولوشن فول سكرين 30 اف بي اس لا 60 اف بي اس طبعا اوكي شبك شبك اوكي بس طيب كيبورد سيتنجز سيف. طب لو بديش كيبورد سيتنج شو اعمل شو الباك هلا تكن هيك كانت لازم نبدل لا ما كان لا 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 على السريع كله كان شغال اوكي عملنا كومبليت طيب مش الحال تمام اوكي طبعا شو كان بدنا نعمل احنا طب شو رايك نجرب ندخل الفري باتل ونشوف اذا ببلش هو اي ثينك لازم بالاوبشن اول شيء هاي عم بيعمل هاي الستارت اوكي الانتر هي الستارت اوكي كيبورد سيتنجز هذه كي ام اوكي شو اللي كبست الكونفيرم ال 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 هو الكونفيرم طيب احنا قلنا 1 versus 2 صح تيم ماتش معنا 3 كذا خلينا نشوف هذا كيف هاي بدها تمشي اوكي بس كلوز كمان ماشي اوكي طيب. فيني اختار انا هلا ليش الكنترولر تاعتي مش شغال حتى الكنترولر هو ما بعرف مش شكله ما عم بيعمل ديتكتنج على الكنترولرز اللي احنا عم نستعملها اصلا هي مشبوكه هاي الكنترولر شبك شبك فيها لا لا كلهم مشبكين هلا اصلا كنا عم نلعب تكن يمكن تكن هي بس اللي المفروض انه كلهم بيستوعبوهم اذا ما اشتغلت عنا يبقى ما في داعي بس انا نسيت شو كيف باك كيف كنا نعمل باك كانت ولا هاي هاي البي ال2 كذا في كاستم هذا الار تي هذا الار تي هذول الاثنين بس كيف كانت ما يجي
ما يجي. هنجرب كمان طيب. مرة نشوف لو هيشتغل مع الـ مع الكنترولر ولا لا. إذا ما اشتغل هنفوت على إشي. هو أردي أنا الكنترولرز عندي بيشتغل عادي بيشتغل نورمال. مفروض إنه هلا مثل ما إحنا نفوت على تكن نفوت على أي شيء نلعب حتى لو قال لك إنه A B X Y اللي هم زي تعون الكنترول تعون الـ تحولوا بعدين. آه لا لا هو ما بتفرق يعني بيكون المابينج نفس الشيء بالضبط. فهلا احنا راح نجرب لانه على ما اظن يمكن ما عنده سبورت للبي اس كنترولر يمكن ايش زي ف نجيب هيك هيك اي دون نو ميبي شي جيت الاكس بوكس كنترولر ولا شيء زي هيك صح ممكن تراي ذات ممكن حلو مشكله ولا بس start on the controller to be used. هذا ال A فوزت هو الجمب. هذا Y. هذا RT. RB. A again. بدك تحطهم على الكيبورد؟ أنا بحاول أعرف وين ال B. على الكيبورد مش موجود. ارجع فوق عشان تعرف في ال B هون هذول راح يكونوا بس لل RB. لا هاي شوف شوركن. هاي B. هاي B. أي واحد B. لا ما مبين ار تي ار بي كذا يمكن هون يكونوا هذول هذا بدي افهم سؤال انت ليش ما تبلش اللعبه ونشوف اذا بتحول على طول للكنترولر ما هو ما عم تخليك تختار هذا اللي انا بقول لك اياه يعني ما عم تخليني انا اختار يعني ما بتخليني انا ما عم بقدر افوت زيك بس انا سيتنجز كومبليت هيك عم بعمل اوكي بس ما عم تيجي شوف ما عم تزبط هلا ريتيرن تو ديفولت شوف شوف يعني انت هلا انا بدي اعمل كنترولر ثاني صح بقول لك بريس ستارت فور انذر كنترولر ما نفس الشيء ما يجي طيب ادخل اللعبه ممكن خلينا بس نجرب اوكي ما فيش مشاكل اوكي شو كانت فري باتل صح؟ نروح فيرسس على السريع 1 فيرسس 2 هيك كومبليت هلا قاعد يحكي معنا شوي احسس انه فينا نختار ثلاث شخصيات ولا الشخصيات كلها موجوده هون وهيك اوكي شوف انا مش قادر افوت مش قادر تفوت على الثاني هذا انا بقول لك اياه شوف مش عم يخليني افوت حتى لو كبست نو Don't do anything. شفت كيف؟ قلت لك. أوكي جرب اختار هون خلص السكشن عندك بس اختار هون. هاي تيم كامل. طيب. ما بقدرش من دونك أنت. بس. أوه. كنت علي؟ لازم أنا اختار عشان أفوت لجوا. طيب خلص. أوكي بدي أجرب لك تراين أنا أصلاً هيك. كان بدي أجرب لك إياها. You're gonna have fun هتعجبك اللعبة صراحة. You're really gonna enjoy it يعني. أوكي. هذا يجي نفر هذا زيادة زين والله مشكلة معلش جاء احباط جاء احباط هو صراحة الله معي انا الله معي انا انقذني هننقذك من خسارة قوية بدك تلعب ستيك فايت اول مرة ولا انا ما بعرفها يلا نجربها شكلها زي سبيس انفيدرز نجرب ستيك فايت عارف ستيك مان هذا اللي بيكون راسه هيك شيء 90 ديفولت ليفت ايوه ده اوكي تمام شو بس خليك معي بس انت خليك معي انا هزبطك اليوم انا هزبطك اليوم ده حيروقك هزبطك قول له طيب شو اللي بيعمل ستيك فايت بس you hold the stick and you fight when they fight لا 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 لا, لا. عارف الشخصيات هذول اللي هم اللي على شكل عصايه والله هلا شوف هلا شوف دو سكس شوف اوه اشتغلت ايش هذا شوف كيف اسمع رهيب استنى شوي اوف ايش تعال ولا كيف اضرب كيف اضرب مربع 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 تعال لا تعال لا جي 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 انا اصلا اسمع هيك لعبه
خلاص بلشنا ما في انترو ما في صوت وبدها هي بدها مقدمة هاي بعد هذا كله بدها مقدمة سكرين شيك اوتو بيك اب اوتو بيك اب بعرفش اوكي سكرين شيك ديسبلاي بينج هذا 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 في شيء ثاني نغيره ايش اديت نعمل شيء في اديت ريجنريت في ويبنز كمان اسلحة بعرفني يا زلمة ما بعرف انا اول مرة لعبها طب يلا شكلها يلا جو ايش في اوه في سلاح تعال ولا تعال 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 اوف عمار شو شو اللعبة هاي بدي العبها خاوة بدي العبها في سلاح ايوه كيف اخذته كيف اخذته اوه تعال يلا تعال تعال اكبر لك اياها تعال استنى استنى بس اكبر الصورة سلاح اوه استنى بدي اكبر الصورة اليوم يشوفوها صرت كينج يلا هاي سلاح اوه سلاح عندي اوكي شي يلا شوف اللعبة طب شو الميوزك تاعتها؟ ما بعرف لا مش مشكلة طب يلا اوكي جاهز؟ جاهز جاهز صار وين سلاح ايش السلاح اللي عندك هذا؟ رشاش اوي 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 استنى عندي عندي اكيد عندي عندي شيء عسل ولا طب وين الهيلث بار؟ ما بعرف بدك هيلث بار انت عشان تعرف هلعي بوم اوه في سلاح فوق كم يا بوي كم يا بوي وين رايح؟ واحد جهه ثانيه خذه ايوه تفضل لا لازم فيكتوري ان ذيس كلر اه بالاصفر كيف يعني؟ انت ليه ما بتلعبني شغلات حلوه هيك؟ علنا يو ديد ذا ثينج الحمد لله هي مش ناروتو الحمد لله تعال لا عنده سلاح عنده رشاش انا اسف فجرت حالي اوكي اسمع رهيبه اوكي اوكي خلي خلي طلع كيف بدك حالك طلع كيف سلسل ايوه انا عرفت شو اعمل انا عرفت شو اعمل ايوه 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 يما اوه هيك يفوز الواحد اوكي اوكي ولا لا 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 انزل انا كويس انا كويس انا فزت لا سهل شوي لا 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 ابو بريس عم بيتقتل بالضبط اي ايش اسلح اسلح تعالي ولا تعال اهرب يس هي هي يا رمانة والله لو اعلك ياها يس اوكي اوكي ما انتبهت طيب قوية قوية اوكي في طريقة هاي اوه سلاح 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 تعال 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 انت عم توقع اسمع في بالانس لاحظ سكيلز رهيب اي 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 ولا ما حطيت عليك انت انت اللي انت اللي فزت بوم بوم على السريع بوم انا صرت اللي عليه تاج هو اللي بفوز افهم شغله شو هاي شو هي شو هاي لا 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 هذا شو ماما 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 وي 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 يس لا انا فزت انا انا بس كلر كينج كينج ايش هذا اوه لا ما هذا يس فانتاستيك شو عم تطخ انت؟ تعرف ديدان شكلهم والله عن جد شكلهم ديدان قوية على السريع على السريع هون شو هاي 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 كيفك اسلح ناس ايزي ايزي تعال 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 اوبا 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 بقول لك جيب سلاح هاتو لا بدي شيء بدي شيء خلص خلص خذ خذ خلص خلص يا حيوان امسل هاي امسل هاي بوم يس يس انا فزت لعبوني مشان الله لعبوني ما في ما في ما في بدي العبها
لا 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 محمد خلص انا اسف انا اسف انا اسف هاي هاي ايوه الارض بتزحلق الارض بتزحلق شلوط خذ ولا خذ خذ يلا روح لعندها اوف 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 لا ضبطه بعدين نزلته لتحت تعال عندي تعال تعال اوه خذ لا ايش ايش لا 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 ما بدي اسوي يا لا تسلح 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 ايش في ايش في قنبله 16 قنبله ايش في قنبله اوه ايش خبط خبط في الشوك يا طنجره طنجره انا وانت كسيوني اي اي تعال 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 دو بزوكا ايش في ايش في اي 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 في عندنا بريك اصلا هاي اوبا ايش هاي اي ايش اونيت تعال تعال اوي اسمع ما فيك تثق الخريطه هاي لا لا اسمع في ايوه خليك اوه يلا معنا معنا ايش في في كهرباء في الموضوع كهرباء فوق في كهرباء بسرعه بسرعه سريع صارت هاي عامله زي البيانو تايلز ايش في ليش عندك سنايبر؟ ليش عندك سلاح؟ اي 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 اوكي 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 اسمع 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 شوف كيف يمشي سلو موشن ايش هذا؟ ليش اعطاك انت انا؟ ما بدي ما بدي ايش هذا؟ كل هدف السلاح انه شو يطيرك كيف طيرني لتحت الارض؟ ليش العب معك؟ اتركني بحالي صار معي سلاح تعال قبل ما نروح البرنامج شباب هنروح ناخذ فاصل قصير ونعود لكم بس قبل ما نرجع تعال اقول لك تعال اقول لك اطلع يا الله اوه شو كل الاسلحه هاي الموجوده عشاني والله لك اوه كسر دنيا انا اسف انا كنت راح اكسر حالي لا بدي اكسر الارض اللي انت واقف عليها اي انا اهلا فيكم اعزائي المشاهدين نعود اليكم من جديد مع محمد حنون طبعا كنا عم نلعب ناروتو قلبنا على ستيكمان طبعا هاي الجرافيكس احلى بكثير الرسم عندنا هون الرسوم عندنا احلى whatever طيب ايش هاي هاي اوكي ديفنس اوه اوكي حلوه اوكي ما بدي العب اتركني بحالي وين عني هلا تنزل هاي ينزل سلاح الله كسر السلاح اللي انت عليه كيف وين العبره ايش لون الكاركتر تاع حنون مثل لون التلج ما بتعرف وين اوه اوه يس لا لا خلص انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف اوه كيف 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 وصلوا هاي تعال تعال صار عندي شغله تعال ايه بعد شو ايه بعد شو اوكي انا وانت جست يومي بيبي تعال لا 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 تعال تعال ايه تكل ايه تكل اوه اوه سلاح 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 تعال 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 ايش في؟ ايش اكلوني ترى وين؟ حكي متاكد انه بس مربع؟ والله مربع بس لا في هي ما بعرف الدائره شو بتعمل اعطيني هذا تعال عندي سيف اوه ايش هذا؟ اوف 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 وين صحية حلو اوكي طيب
هات هذا لا لا هات السلاح هات تعال 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 انت فزت بس كيف هاي طيب يا اخي هادي نعبر بعض انا رايح هناك رايح هون يلا روح شجرة موضوعها مش هاي ليلك هاي ليلك لا 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 صارت تعال كويس خذ السلاح خذ اللي بدك اياه انا ايدي بكف اوكي هلا بلش يعيد حزن اوه اوه هلا عم بحكوا لك انه انا انه كاميرا قتلتني يعني انه كاميرا قتلتها ويه والابر كت اعطاني راح عند الليزر لا لا تعال اوه حلو هاي اوه يو 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 ياس انا خفت من هديك اللي تتحرك اصلا ايش في ايش في ايش في ايش في دبر حالك دبر حالك اوكي خلي الليزر يقتله اوه حظك بوم خلاص دبر حالك نط يلا نط 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 يلا خلاص مش حاسس نط محمد لا 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 انا هموت يا موت اسمع مش طبيعي شو مخيف لا على السريع وين وين اوه حلوة قفلوا دخلت الجهاز هذاك عندها اوس انا بدي اياه انا بدي اياه انا بدي اياه انا بدي اياه انت من الاول انا اول بس لا مش قادر كيف لا 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 هو دبل اكس تشعبط الاول على الطرف ولا ايش ايش عم يصير ايش عم يصير صراحه عجبتني اللعبه يا ترى هل في من على البلاي ستيشن ما بقى ايش عملت انا اوه بتفجروا بتفجروا البراميل طب هاي مروحه هون اقعد اكتب فوق حلوه لا 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 اعطيني لا بزوكا ولا لا انا اسف اي 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 لا اوكي طخ طخ يلا طخ لو رجعت طخ لا 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 لو رجعت طخ تعال لا راح سلاحك بوم انا بحب الاشياء اللي بتقع هاي يحلم يحلم اوف ايش الليزر ايش الليزر ايش الليزر هات السلاح يا الله بدي سلاح ابعد عني ابعد عني انا لا ابعد عني انا اسف اوي 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 فرزنت انا حيا حيايا حيايا شيء لما تطخ كأنه الشوت جان بيطيرك لورا لا ما شاء الله واقعي انت ان شاء الله تعرف تنط انت بحياتك
دبل اكس صح؟ دبل اوكي بس تعال دي كمان سلاح عملت اخيرا اخيرا صرت انط على الفاضي اخيرا صرت تنط صرت تعرف تنط بشوف بزئتين عم بيتخانقوا مع بعض استمتع معك عم صح كيف تصبر سلاح تاني تعال يس تيجي تجرب تراين كذا هيك تجربها يلا اوكي ايش في كيف اوصل لك انا جرب تراين خلصها سريع احكي اسمها ستيك مان ستيك فايت ستيك فايت ستيك فايت تحجي ايش هي سنايبر؟ حمار ماذا تأكل؟ مش هقول لك فوز على حكيم بالأول ابتعد الحرائق كنا قتلت حالك؟ لا انت لا ايش في ليش طار الرمح مني؟ ليش وين راح الرمح؟ عندي سلاح هاي ما بقدر اوكي هذا لافا تعال انا بدي اجرب تراين خلينا نجربها يلا اوكي كيف تنطع منها؟ جميل اللعبه صراحه عن جد مسليه ولكن حكيم بدنا اياك تضبط لنا ناروتو الله يخليك بشوف بدك تجيب كنترول صغير يعني هذا هو المطلوب يعني شو كان بدي اجرب انا كنت اجرب تراين يلا كمل قبل ما تشتغل اللعبة روح أبا إيش روح لحالك روح لحالك تقدم حالي سيبني في حالي أنا مش عارف أطلع أوه لسنت عايش يلا أنا أحمي هلا ما تقدر طلع ما تقدر تعمل إشي أنت ما تطلع ليش عطوا سلاح أكثر لك ما شاء الله من كثر الاسلحه اللي عندك مش عارف ايش تعمل ما هو مش عارف يسيبهم ايوه حلو على حظي على حظي شو هاي خليك لحظه جربت تراين ايه فيك تاكل امنه يا حبيبي خلص بدك ايه ايوه 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 الحمد لله اللعبه عم تنقذني هلا بدينا نغرى على فكره خليني اسكر هاي اوكي كثير هوي يا عمي طبعا احنا كنا عم نحاول نلعب لعبة جدية لان اللعبة الثانية بتسلي اكثر بمليون مرة
ليش الواحد يضيع وقتي؟ عمار سمعت انا جهزت لكم الحليب عشان تناموا. لا بجديه. هلا اذا بدك ممكن اجرب تكن. وحنون. خلص المره الجايه، المره الجايه لا حطك عمار من شارك الكنترولر ولا يهمك. انا ما انا بس بكبس الكبسات اللي ورا وانا بكبس الستارت بوت بس. هذا اللي ناقصني، انا هذا اللي انا بدي اياه اصلا. استنى فيك تنزل تحت انت جس على ستارت فيك تروح تحت هناك بس هلا قلت بس ستارت كبس اوبشن اوكي كليك هنا انت شو عم تعمل؟ هلا انا ولا انت؟ اظني انت صح؟ هذا عندك شفت هون فيك تختار. لا 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 لا. Once upon a time, on the outskirts of the kingdom, لا اطلع برا. أنا مش عارف أعمل إيه. استنى بس. Okay. Return current game setup, save game, exit to main menu. Okay. Multiplayer, local multiplayer game. بعدين هون عندك. On the outskirts of the kingdom. Near the Astral Academy. دوس انت بالكنترولر. وايرلس كنترولر. اوكي. وانا كمان وايرلس كنترولر. اوكي تمام. اوكي المفروض انه هلا يكون كان وضع ريتيرن او جرب استنى شوي حلو ارجع هلا لورا انا وانت هون يس ما هذا طيب كيف بدي اقلب الوجه على اليمين كيف عملتها؟ مسكت R2 بس حكيم هي معلقة مش معلقة بصدق اسمع بدك تضلك فيها بس بس المفروض انه بقدر اغير الشخصيات ب R1 بس انا خلينا نشوف جرب اول شيء بدي اخفف الصوت what have I got myself into اوكي ما بحب لما يكون صوت اللعبة كثير عالي اوكي كنترولز كونفيجر كنترولز سيتي خلينا نجرب نشوف اول شيء شو اللعبه اوكي حلو حلو والله كيف سويتها هاي؟ حطيت اكس دبل اكس اوكي فين نطلع فوقها؟ سكينة اكتب اكسبيرين كيف عملتها؟ بالار 2 هلا اي واحد انا فيهم؟ انا اللي تحت انا اللي فوق انت اللي بتشعبط اوكي لما تقرب منها بدك على على عند اللمبه هذيك تعمل R2 شو لا لما تقرب عليها اوكي ما شاء الله إيه كيف حالك كان شغال كيف حالك
خلينا نرجع ونعيدها مرة ثانية. أوكي أنا وأنت. أنا وأنت أنا وأنت. On the outskirts of the kingdom, near. برضو بعمل الغلطة نفسها كل مرة. مش كان في طريقة بتغير الشخصيات؟ في البداية يمكن المنيو. خلنا نشوف. هلا أشوف طلع. لا اكبس R1 أو تراينج. أيوة. L1. On the outskirts of the kingdom. شاتم. شاتم. شاتم بس. حكينا خلينا نرجع على استكمال. عجبة استكمال. هلا 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 بضبط لك يا. كنت تلعب معه كاب هيد إذا بدك. لعبت بلا؟ كثير لا بس شفت الريفيو تاعه. بدك تجربه؟ بدك تجربه؟ يلا ممكن. Yeah. عندك يا جاهزة؟ بس هندحتح يا دحتح يلا أنا أقول لك هندحتح لمن سهل لما تقابل وحتى رجع تصير فيكم اليوم كثير مدمن اللعبة طب تحاول أعرف هذه هي كانت شغالة قبل وأنت أنت ليه هيك نحس على على, على وجهي أنا صراحة لأن أنا قلت اشتغل وهي ما عم تشتغل بس استكمال طلعت رهيبة وشو اسمه وعمار فازك بكل تكن هو يوم سيء صح؟ سيء كان يوم أخبار On the outskirts of the kingdom near the Ash. طب استنى طب وين كانت الكنترولز وين الستريكت وين ال شو كان أنا شو كان كان جيم ستريك هون هون فيك تختار press start بتاع ستارت ايوه هي شغاله طيب اوكي ماشي بس ليش من الله نفس الكاركترز انت كيف تطلع الناحيه الثانيه هولد ار 2 هلا كيف بدي اجيب الجرابل هذا المسكه مع بعض كنا عاملينها احنا من شوي هلا عملناها جايبين النط الله يسامحك صراحة أنا مستمتع كيف عملتها؟ ما بعرف بدي أنط على الجهة الثانية لحظة شوي يس أوكي كيف عملتها؟ L1 نط 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 L1 أو R2 سوري L1 أو L2 لا L1 ولا L2 قصدك R1 ولا R2؟ أها أيوة كيف هي؟ بلشت اطبق عليه تفضل ورجينا هذا نطي نطه يا دبدوبه هي ايوه وقف هناك يوز جرابلينج هوك طيب ارتو ايوه كيف عملتها؟ كبست كل شيء خلاص اوكي كمل كمل اوكي حكي كيف؟ R2 ما عملت R2 لما تكون ايوه لما تكون قريب عليها ولا بدنا نعمل R2 لنروح لفوق كيف هاي؟ كيف عم تعمل هاي؟ حنون ديش يلعب معك ايوه اوكي شوكي بس R2 صح؟ اوكي okay. انا عملت فوق R2 وانت انا تحتها طويل وقف تحتها بالضبط يمكن ها ايوه ايوه يلا اتارجح خليني اتارجح اوكي
هو اكنه اكنه ضيع. طيب شو ايوه حكيم ما بعرف انت لاعب اللعبه هاي. انا لعبها بس عمر ما كانت مشكله هيك. She made her way towards the shrine of ancient treasure. الله يسامحك. الله يسامحك عن تخبيص انت بتعمله. The shrine allowed her to enter unharmed. ليش هيك؟ ديش خلاص ديش. تعال تكن ولا كب تكن. تكن. يلا. خلصني. بدك ترفع راسنا يا أخي. ولا يرفع راسك ولا يعمل اي شيء. لعب بولينج اول صح؟ احبي بالبولينج. ايه هادي بدي اعمل هيك. اوكي. يلا حبيب ليتس جو. ايه عارف اذا هذا كمان خرب عارف هقول انت يمكن دماغك فيها شو معلش الحلقه الجاي انا وحنون انت برا. في عندك طاقه كهرومغناطيسيه مغنمين كهرومغناطيسية. هلا بدي اختار ستار بدي اللي بيلعب فيه عمار هو على الزاوية. سبحان الله عنده هاي بيشتغل تمام كل شيء تمام هون. عمار قاعد عمال بيساعده بيقول له كيف يلعب. انت هيك خسران هلا. انا مش خسران انا مبهدل. حكيم العب بيد وحدة ضدك بليز تقدر؟ وانت مغطي عينيك. انا بيد وحدة؟ اه ما شوف شكلي؟ وعم تاكل بشيء طلع شوف شكلي؟ زي ماينكرافت. شكرا. احلى شيء على طول مسك الايد مثل ما مسك عمار. ايوه هاي الايد اللي بتفوز. ايوه طب اعطيه مجال شوي. ما هو ما شاء الله محتاج مجال هو. شوف قلت لي قدام بعدين بعدين ايوه شفت؟ ايوه طب خليه يعملها حرام عليك لسه اول مره بيلعبها. ذير يو جو. اذا بدك جراب تراينجل او تراينجل ايوه ما شاء الله. سلام ما شاء الله عليك. وعم تلعب بهامر هيد كمان هاي نفس الماب. الديفنس ما تعمل شيء او ترجع لورا. هلا لو وطيت تحت مشان بدي اعمل ديفنس. اه ايوه أوكي. ايوه بس ممكن بسهوله بكل سهوله لو انت عم تعمل ديفنس تحت اضربه بميديوم وتيزيك. بس يخلص الكومبينيشن على طول. هلا الريج هاي مره بس يضوي عندك اللايت بار بس لسه ما ضوى عندك وضوى عندك فانت بدي اعمل الريج بس اكلنا. ليه؟ لا 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 وحش حنون فاز عليك. حنون فاز عليك. ما هلا كنا عم ندربه وعم نعلمه يلعب. حبيبي اللابنين كيف تاعه فوق بالعلالي. ماشي لا انت شوف هاي مشكلتي بهيك العاب انه بتضرب وقف بعدين بتضرب بالهواء وهو مش عارف كيف طلع يعني بهيك بدها لازم تكون شوي سلسه اكثر يا ريت. لا بدك تعرف الشخصيات كيف تلعب فيهم. احكي بس يعني ما يعني ما تقدر انت تضرب وانا اضرب وتعمل دوج وهذاك يجي من ورا يعني هذا الفرق بي. لا بلا فيك. لا حبيبي فيك بلا. ما كنت عم بروح على تراينجل وسكوير وتحت ورا ما بعرف. هتجي في تشوكوبو اللي ورا بالخلفيه. ايش في؟ ايش في؟ هلا يعمل لي صح؟ اضغط انتبه يمكن يعمل لك اياه. حلو.
ترايانجل لا 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 ليه والله ما cuz you are rolling لسه فانت لسه اوكي ايوه الله في والله في منك فرصه منك انا عايز كملها كومبو لما تضرب تحت شو اعمل اي فاتح كبس اي شيء تريانجل لحاله بدون فرونت جربها بس تريانجل اوكي دون فرونت ايوه يلا روك بابا هاي بس كومبينيشن لحاله بدون الشورت كات سنتي ديد ذا هاردر يس والله بس بدك تفوزوا هلا يلا حلو راوند 4 بس انت كمان والله سوا جاي تهدي النفوس انا جاي اهدي النفوس صار لي 30 ثانيه على البرنامج يعني بشكل انا خطه اطلع بالبرنامج هذا تفوزوا قبل مش فايز شيء طيب لك اخر راوند مش حخليك هيك الا ما اضرب سوري هيا طبعا ضربت ما بكفي فيت وفيت صراحه يعني اروان 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 عايزين مشاهدينا يعطيكم العافيه شكرا كثير لوقتكم معنا طبعا احنا قاعدين لسه هنلعب ونتسلى ولكن اذا حابين تكملوا معنا في عنا العاب ثانيه نلعبها بكره الساعه 12:30 بتوقيت السعوديه على تلفزيوننا الان جاري اللعب راح يكمل معاكم اي لاف يو سو ماتش يعطيكم الف عافيه وصباح الفول والفلافل